آية من القرآن الحكيم: وإن تطيعوه تهتدوا. كلمتان: أطع اهتد، يعني تعرف الطريق الصحيح. الحقيقة الإنسان يجب عليه إطاعة الله، ثم إطاعة الرسول، ثم إطاعة الإمام، ثم إطاعة العالم، خاصة الإطاعة بهؤلاء، وينتهي كل شيء. نعم، إطاعة الأب واجبة، وإطاعة الأم واجبة، وإطاعة السيد في زمان كان هناك السيد أيضا كانت واجبة. سادة وعبيد إذا سمعتم في زمان كان، إطاعة السيد على عبده واجبة، وإطاعة الزوج على زوجته أيضا واجبة. كم إطاعة صارت؟ إطاعة الله، إطاعة الرسول، إطاعة الإمام، إطاعة العالم، هي سلسلة. ثم بعد ذلك إطاعة الزوج، إطاعة الأب، إطاعة الأم، إطاعة السيد. كم واحدة صارت؟ إذن ثمان إطاعات. لكن إطاعة الله ورسوله والعالم والإمام هذه إطاعة في كل الأمور. يعني النبي إذا قال لك جاهد يجب عليك الجهاد، إذا قال لك توقف يجب عليك التوقف، إذا قال لك يجب أن تذهب يجب عليك الذهاب، تدرس يجب عليك الدراسة. كل شيء قاله الله وقاله الرسول وقاله الإمام والعالم الممثل لهم بهذا الشرط، يعني أن يكون كما قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه يعني المعاصي، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام يعني عامة الناس أن يقلدوه، وذلك بعض فقهاء الشيعة. هذه الإطاعة الأربع في كل شيء. أما إطاعة الزوج في أشياء خاصة مذكورة في الفقه الإسلامي، إطاعة الأب والأم في أشياء خاصة مذكورة في الفقه الإسلامي، إطاعة السيد على عبده في أشياء خاصة مذكورة في الفقه الإسلامي. أما الإطاعات الأربع: الله، رسوله، الإمام، مرجع التقليد، هل إطاعات الأربع وكل واحدة مستمدة من الأخرى، يعني إطاعة مرجع التقليد من الإمام، إطاعة الإمام من النبي، إطاعة النبي من الله، وإن تطيعوه تهتد. ثم المشكلة في إطاعتك لهؤلاء شنو؟ حتى قلبك لازم يكون مطيع. يعني أنه لو أن إنسانا فرضا الزوج أمر زوجته بأمر، الزوجة تكره لكن تطيع، كافي خلاص. الأب أمر ولده بأمر، الولد أطاع لكن يكره قلبا، كفر. لكن بالنسبة إلى إطاعة الله ورسوله والإمام والمرجع لازم قلبه أيضا موافق، حب حب. إلا المودة في القربة، يعني محبة، يعني حبك القلب يجب أن تكون مع هؤلاء. وحتى أكو في الأحاديث: من رضي بعمل قوم أشرك في عمله. أنت تقول كم ليش زين هالخمارين يسوون يشربون خمر، يوم القيامة في صفحة عملك خمر. يا الله أنا ما شارب خمر أكل، لا أكل. كم ليش زين هؤلاء اللي يبنون المساجد، يوم القيامة في عملك بناء مسجد. يا الله أنا ما مسوي بناء مسجد. يقولون أنت حيث أحببت كتب في صحيفة عملك. بل فوق هذا
أكو في الأحاديث المرء مع من أحب يوم القيامة في المسجد وصلى وصام وكلش زين، لكن تحب هالفتيات المومسات السافرات الخليعات يوم القيامة تحشر في صفنا، بينما أنك تحب أنت ما تتمكن على مسجد وما تتمكن على عالم وما تتمكن على الحسين يا أخرى في منطقة بعيدة يوم القيامة في صف هؤلاء. المرء مع من أحب، حتى المحبة القلبية يجب أن يكون لك مع الله ورسوله والإمام والمرجع، المحبة القلبية أيضا. فإذا رأينا في الدنيا مثلا في مكان مظالم، كنت مع الظالم فأنت تحشر معه، هو شارب خمر وهو قاتل ناس وهو الزاني وهو الكذا وهو كذا، أنت إنسان عادي وصلاة وصوم يوم القيامة يحشرك وياك. فكان حقا على الله أن يدخله مدخلا، يقول أنت هيكلك كان هنا لكن قلبك وين كان؟ مع ذاك الظالم كان، كن وياه. سنفرض مثال الآن، أفرض جاسوس مثلا من الأمريكية من روسيا من أي مكان، إذا جاء في الديوانية وفي المسجد واللطام وحسينية، هل هو يهذل أو يهذلك؟ هيكله وياني مثلا، أما حيث قلبه هناك هو يحفر معهم مو مربوط به. بالعكس أفرض فرد واحد صار مجبور مثل علي بن يقطين، داود الزربي، فلان الأحوازي، سلمان الفارسي، عمار، هذولا كان مجبورا أن يتقي من الظالمين ويكون في صفهم، لكن قلبه مو وياهم. هذا شنو؟ هذا يحشر مع الذين مو وياهم، يعني يحشر مو وياهم ويا غيرهم يحشر الذي قلبه معه. فقلبك أيضا له قيمة. يعني فرضا سمعت أن في شمال العراق صار حرب بين الأكراد وبين العراقيين مثلا، أنت ويا العراقيين قلبك وياهم تحشر، ويا الأكراد قلبك وياهم تحشر. سمعت في القرن الإفريقي صار حرب بين الأرتريين وبين الأثيوبيين، أنت قلت إيه زين أثيوبيا يضربهم يوم القيامة فرد 10,000 دم في صحيفة عملك، مسلمين أنت قتلتهم، أنا ما قتلتهم عمي. أنت قلت زين سوى الأثيوبيين، الأثيوبيين منو قتلوا؟ الأثيوبيين قتلوا الناس الأبرياء المسلمين، فأنت وياهم ويا الأثيوبيين، وأنت لا ماكل لا شارب لا أي شيء 10,000 دم في صحيفة عملك. أنت قلت لا الأرتيريين مسلمين مساكين، الله يلعن الأثيوبيين هذول الكفرة هذول الفجرة، أنت في بيتك ونايم وماكل وشارب وتحت الكونديشن يوم القيامة شنو؟ يوم القيامة أنت من المجاهدين في صحيح. يا الله أنا مو مجاهد، أنا في الكويت وأكلت وشربت وسافرت وكذا. يقولون قلبك كان مع الأرتريين فأنت معهم. حتى قلب الإنسان له حساب، مو أنه إنسان يتصور أنه لا حساب له. ثم من الضروري أن الإنسان دائما يجب أن يكون مع الله مع رسوله مع الإمام مع العالم دائما، لأن هؤلاء حسب التواريخ من حازوا عن الإسلام شيء أبدا. حسب التاريخ الإسلامي منذ زمان الإمام أمير المؤمنين وخذ إلى اليوم على طول الخط كانوا مع الحق، كانوا يدافعون عن الناس، كانوا ضد الظلم ضد الطغيان ضد السفور ضد الخمور. أنت إذا وقف صفان لاحظ أي صفين مع الخمر وأي صفين ضد الخمر، أي صفين مع الفجور وأي صفين ضد الفجور، أي صفين مع حقوق الناس وأي صفين ضد حقوق الناس، أي صفين يقتل الأبرياء وأي صفين ما يقتل. شوف عندك عقل بعد خلص، إذا كان عندك عقل وعندي عقل نشوف أي صفين الحسين وأي صفين يزيد. شو واضح هذا صف صف يزيد، يزيد شنو يعني؟ خمر وقمار وزنا وخمور وألف شيء معاصي. الحسين صلاة وصوم وخمس وحاج وصدق وأمانة وفاء وحياء مع المظلومين، لأنه في كل بلد حق وبطل. أكو في الكويت أكو خمارين، أكو سافرات، أكو قمارين، أكو يأكلون أموال الناس بالباطل، أكو مصلين، أكو صائمين، أكو مقدسين، أكو حسينيين، أكو كذا. فصفان ألانا وفي كربلاء، يعني كربلاء كويت كربلاء وصفان، عراق نفس الشيء، مصر نفس الشيء، إيران نفس الشيء، تركيا نفس الشيء، كل مكان نفس الشيء صفان. وآية القرآن يقول هذان خصمان اختصموا في ربهم، على طول الخط خصمان،
خصم مع الخمر والزنا والربا والقمار، وخصم ضد الخمر والزنا والربا والقمار، وعلى هالمعدل فلازم إنسان حتى لسانه مسؤول عنه. فرد مرة قال إيه حلي يسويهم، افتحوا شرطة معه، هو زنا، هو اللاب، هو شرب الخمر، هو قتل الناس، اتهموا إياه لا أكثر ولا أقل، وأنت المسكين مصلي صائم كذا شيء، لكن في قائمته. المرء مع من أحب، يدخل قوتر في حركة، في كلام، في حرب. كان عندنا فرد رجل في إيران ملك اسمه ناصر الدين شاه، هاي ملك قاجاري قبل 89 سنة. هذا يذكر رئيس وزرائه في القصة، يقول سافرنا إلى بلجيك، هالمكان اللي على الملك خالد رايح بلجيك اسمه. يقول سافرنا إلى بلجيك معاهدات دولية ما أشبه، الملك ناصر الدين شاه يقول سافرنا هناك. يقول لما رحنا هناك بطبيعة الحال الملك ناصر الدين شاه هذا هو معزز محترم كملك جاي كذا شيء، أروح المعالم الأثرية، المواضيع المهمة، المدن المعادلة جميلة، ومن جملة استعرضوا أمامه كل جيش بلجيكا، استعراض الجيش، والجيش كان جيش حديث، وذاك اليوم الإيران ما عنده جيش حديث، وإنما جيش قديم مال قبل 89 سنة، آلات حديثة، وسائل حديثة، سيارات ما أشبه. يقول فريق جيش هائل، رئيس الوزراء يقول لناصر الدين شاه، وكان ذاك اليوم يسمى بالصدر الأعظم، ناصر الدين شاه كان يسمونه بالصدر الأعظم. يقول فرأينا فريق جيش منظم، اندهرنا، افرض فرد واحد عنده نفطية ويشوف الأضوية شلون ينبهر. أدى أجلك الله دابة كل أربع ساعات لازم يمشي أربع، تمشي أربع فراسخ، ويشوف فرد طائرة كونكورد من أسرع ما تكون شو ينبهر. يقول استعرض الجيش فرد الجيش، فانبهرنا بالاستعراض العسكري الرائع الذي رأيناه في بلجيكا. يقول الملك، ملك بلجيكا واقف، وناصر الدين شاه واقف، ورئيس وزراء بلجيكا واقف، وأنا صدر الأعظم رئيس الوزراء الإيراني لناصر الدين شاه أيضا واقف، وجماعة واقفين أيضا من الضباط والقواد ومن أشبه. لما انتهى الاستعراض يقول ملك بلجيكا توجه إلى ناصر الدين شاه وقال له كم عدد جيش إيران؟ يعني ذاك اليوم. يقول لما سأل ملك بلجيكا عن ناصر الدين شاه كم عدد جيش إيران، انخطف لوني أنا، لأن ناصر الدين شاه إذا قال له الصدق يعني انهزمنا، وإذا قال له الكذب ملك في مستوى الملك ما يصير يقول كذب. ثم لعله هذا الملك البلجيكي سامع من الخارج، دائما الحكومات تعرف بعضها مقادير أسلحة بعض، مقادير خصوصيات بعض، دائما يعرفون. ثم قبيح مثلا أنا أكذب عليك أمامك وأنت تدري الموضوع، أفرض على أنه تسأل مني إيش كثر كبر ديوانياتكم، يقول 10,000 متر، بتضحك على عقلي حتى إذا تأدبت أمامي تدري أنت. يقول ملك بلجيكا سأل من ناصر الدين شاه كم عدد جيشكم، فأنا الصدر الأعظم رئيس الوزراء أخذ قلبي في الوجيب والخفقان والاضطراب، ما هو موقف ناصر الدين شاه؟ هل يقول له الصدق فنفتضح، أو يقول له الكذب ففضيحة؟ لكن يقول ناصر الدين شاه أجابه فرد جواب رائع، انخفف لون ملك بلجيكا. شنو قال ناصر الدين شاه؟ قال أما في أيام السلم جميع جيشنا 10,000، وأما في أيام الحرب فجيشنا 10 ملايين. إيه؟ ما كنت أسمع هذا، وهذا الكلام مو صحيح، ما يصير في أيام السلم 10,000 وفي أيام حرب 10 ملايين. من الممكن في أيام السلم 10,000، في أيام الحرب 20,000. الجيش الاحتياطي معروف، أفرض على أن فلان بلد عنده 100,000 جيش وعنده 200,000 جيش احتياطي، 300,000 مثلاً،
أما في أيام السلم 10,000 وفي أيام الحرب 10,000,000، هذا كلام اعتباط في القانون العسكري منذ زمان آدم إلى اليوم. يقول ملك بلجيكا قال ما يصير هذا الشيء، هذه تقول الفرد بقال يمكن يصدق، أما تقول الفرد واحد يفهم مو معقول هذا الشيء. دائما الجيش الاحتياطي 3 أضعاف 4 أضعاف، ضعفين، ضعف، ضعف ونص من الجيش العادي أكو. ناصر إنشاء قال له في أيام السلم 10,000، في أيام الحرب 10,000,000. قال شلون؟ كلهم تعجبوا، قوات ضباط وقف. قال الحقيقة إحنا في أيام السلم 10,000 لحفظ الأمن وعدم الجريمة ولحفظ البلاد من اللصوص من الحرامية شيء، وأما في أيام الحرب عندنا مرجع تقليد. ناصر إنشاء قال إذا حاربت إيران دولة من الدول المجاورة عندنا مرجع تقليد، مرجع التقليد يفتي بوجوب الحرب المقدسة، يعني الجهاد الإسلامي، الرجال والنساء والأطفال كلهم يدخلون تحت السلاح ويحاربون، والذين هم قابلون لحمل السلاح في بلادنا 10,000,000. يقول صدر الأعظم ينقل يعني رئيس وزراء ناصر الدين شاه، يقول لما ناصر الدين شاه قال له هذا الكلام انخفف لون الملك، لأن هم يدرون الإسلام هالشكل، واقع إسلام هالشكل منذ زمان رسول الله إلى اليوم. إذا الرسول كان يفتي بوجوب الجهاد نذير عام، إذا الإمام كان يفتي بوجوب الجهاد مثل أفرض أمير المؤمنين نذير عام، حتى الخليفة إذا كان يفتي بوجوب الجهاد كان نذير عام. المعتصم العباسي في قصة أمر في سامراء بأن كل إنسان له فرس أبلق في قصة طويلة فليحضر إلى غد، وإذا في غد ذلك اليوم 90,000 إنسان كلهم على فرس أبلق بقسم خاص من الضرب بقسم الصلاة. الآن شلون وقت اللي يأذن وفي وقت الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله كل الناس ينهمرون إلى المساجد من أقصى الكويت إلى أقصى الكويت ومن أقصى العالم الإسلامي إلى أقصى العالم الإسلامي. شنو وقت اللي وحي على الصلاة كلهم ينهمرون؟ كذلك الجهاد الإسلامي هالشكل. الجهاد الإسلامي إذا نادى مناد بالجهاد كرسول الله كالإمام كالعالم واجب يصير الجهاد على الجميع وجوب الصلاة ينهمرون. فإذا انهمروا تلقائيا الآن في الحقيقة المسلمين إنما انسحبوا عن الميادين لأن هذا الشيء راح من عندهم. يحاربون إسرائيل مثلا محاربة شنو؟ فرد أفراد خاصين من أماكن خاصة، هو يحشر جيشه وفرد 300,000 هذول يحشرون فرد 10,000 منهزمين. أما أفرض إذا كان العالم الإسلامي يفتي بوجوب حرب يهود، وأفرض هالحواجز التي حكومات مخليها أمام الحرب ما كانت، إسرائيل في يومين كانت تطير، لأن إسرائيل كل نفوس أفرض 2,000,000، المسلمين الذين يحاربون فرد 20,000,000 يجتمعون هناك، خلاص انتهى كل شيء. فقال ناصر الدين شاه في أيام السلم 10,000 كافي لحفظ الأمن، أما في أيام حرب عندنا مرجع تقليد وعالم يفتي بالجهاد المقدس، فإذا أفتى بالجهاد المقدس يجب على كل رجل وامرأة وكبير وصغير، لأن الجهاد الدفاعي واجب حتى على الطفل القادر لحمل السلاح إسلاميا يجب عليه حمل السلاح، طفل طفلها بعد 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات يجب عليه. هذا يذكره الفقهاء في كتاب الفقه الإسلامي في الجهاد. إذا قارئين شرائع ما أدري الطلبة، إذا قارئين شرح اللمعة، إذا قارئين تبصرة، إذا قارئين أي كتاب من كتب فقهائنا هذا مذكور فيه هناك مفصلا، أنه إذا صار الجهاد إسلاميا لحفظ المسلمين ولرفع المستعمرين والكفار يجب على كل إنسان من رجل وامرأة وكبير وصغير الذي يتمكن حمل السلاح، أو حتى إذا ما يتمكن حمل السلاح يتمكن يخدم، النساء ما يتمكنون حمل السلاح لنفرض، لكن النساء يتمكنون يجون يطبخون للجيش لازم يروحون، كما أن رسول الله هو دويا نساء في حرب أحد في قصة نسيب اللي سامحيها وغير قصة نسيبة، فكلهم يجب عليهم. قال لما قال له ناصر الدين شهادة انخطف لون ملك بلجيكا و
واصفر يعني ارتعد وخاف، لأن هذه القوة الهائلة إذا يكون وراء المسلمين معناه شنو؟ معناه على أنه يتمكنون من التغلب على كل من يناوئهم. ويذكر هذا الصدر الأعظم يقول أنا ذاك الوقت حسيت أنه فكر بالكيد بعلماء الإسلام، لأنه كان بينهم شوية مناوشات وكذا وشي قصة، لأن فرد واحد 60 كيلو وزنه يقول حرب مقدسة، وإذا 10 ما هذا كان واقع، لأنه في قصة مسبوقة أنه فرد واحد من علماء العراق اسمه مرزا الكبير الشيرازي، هذا أفتى بالحرب المقدسة في إيران أو شبه الحرب المقدسة، مو الحرب المقدسة، وإنما كل إيران قامت. وفرد عالم آخر المرزا الشيرازي مرزا محمد تقي أيضا في العراق أفتى بالحرب المقدسة ضد بريطانيا والإنجليز، كل العراقيين قاموا، هاي قبل 50 سنة تقريبا. إذا إن شاء الله رحتوا إلى كربلاء روحوا شوفوا هيكله، حقيقة يعني إنسان لازم يشوف هيكلها. هذا العالم اللي أفتى بطرد الإنجليز عن العراق وطرد الإنجليز ذات اليوم الهائل، هذا حقيقة وقت اللي يقعد هيكله هيكل الأخ لا أكثر ولا أقل، بس عمامة على رأسه، يعني كل ما يصير 45 كيلو قطعة عظام هذا هو. لكن فتواه بوجوب طرد الإنجليز عن العراق جعل العراق على الإنجليزيين نارا وجحيما، ما تمكنوا يبقوا. في هذه الآية التي تلوناها وإن تطيعوه تهتدوا، تهتدوا مو بس للآخرة حتى للدنيا، لأن إذا حشك القوة قاهرة أكو عند المسلمين من يتجرأ عليهم؟ قل أحد يتجرأ عليهم. وإن تطيعوه تهتدوا، لذا يجب علينا دائما إطاعة الله، إطاعة رسوله، إطاعة الإمام، إطاعة العالم، مو فقط الإطاعة كما قلنا لسانا وعملا، وحتى الإطاعة القلبية. إلا المودة، مودة يعني شنو؟ يعني قلبك لازم يحب هذا. يحبونهم، آيات قرآنية متعددة أكو في كلمة الحب، والرسول قال المرء مع من أحب، ولو أن رجلا، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أن رجلا أحب حجرا لحشره الله معه. أنت تحب التليفون يوم القيامة تأتي ومعك تليفون، تحب مسجلة يوم القيامة تأتي ومعك مسجلة، تحب فرد بنية حلوة في جيرانكم يوم القيامة تأتي معها، تحب خمر يوم القيامة تأتي بيدك بطل خمر، تحب طبل، أكو في الأحاديث قسم من الناس يأتون في يوم القيامة ومعهم طبل من نار، الله يحفظه. كان عندنا خطيب في كربلاء كلش لطيف، سيد ناجي العميدي، كان يقرأ فوق المنبر اللي عادي مرتضى وشبولة بالنار باكر دمك يدقوله، يجي يوم القيامة معه دمك من نار. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.